كالعادة هنبدأ مع حضراتكم فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، وطبعا من أهمها أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف تحت شعار لينا مكان لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. خلال الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات والأحلام اللي تحققت لقادرون باختلاف خلال السنين اللي فاتت، كمان مشاركتهم في الرياضات المختلفة وحصولهم على عدد من الميداليات. في الحقيقة خلال الاحتفالية كان في مواقف كتيرة جدا وتفاعل مباشر ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من أطفال قادرون باختلاف، وكان في مشهد لطيف جدا لطفلة كانت مستنية تتكلم مع سيادة الرئيس، لكن أول ما جه دورها نامت. وبنتنا اللي موجودة دي نامت، سيبها أيوة سيبها يا سيدي، هي مع ربنا بقى. أنا عايز أقول لحضرتك في فخامة الرئيس إن هي مستنية حضرتك بقالها كتير جدا جدا. يا أخي أنا واقع في موقف صعب جدا. لا لا عايز أقول لحضرتك ليه؟ هي نفسها إن هي تتكلم مع حضرتك، نفسها إن هي أنا مستني، ما عنديش مشكلة، بكرة أقعد ساعة. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. تعال. طيب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، تالية الخمسين سنة اللي جاية وهي أصغر محاورة موجودة معانا على المنصة، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هي اللي هتستحوذ عليهم. يا تالية صباح الخير. أنت صاحية يا تالية بقى؟ صباح النور يا تالية. إزاي حضرتك يا فخامة الرئيس؟ إزايك يا حلوة صباح الخير. صباح النور جا. صباح النور على البنور. أنا تالية محمد عبد المنعم، أهلا. عندي 5 سنين ونص، ما شاء الله، في مدرسة تسيل حرية باب اللوق في كي جي تو. طيب تالية، حابة النهاردة أن أنت تسألي سيادة الرئيس تقولي له إيه؟ هو حضرتك عندك أحفاد؟ عندي أحفاد يا تانية. إزاي بتقعد معاهم إن حضرتك على طول مشغول؟ بص يا تانية، يوم الجمعة بعد الصلاة بتغدى معاهم في الغالب، وبقى في فرصة إن أنا أشوفهم وأتكلم معاهم. طيب تالية، نعم، ممكن نثبت لسيادة الرئيس إن إحنا صحيين ونغني؟ جاهزة أكيد طبعاً. طيب هنغني إيه؟ في أغنية لفيروز تك تك؟ أو طب يلا جاهزة؟ جاهزة، يلا وإحنا هنسقف معاك. تك 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 يا أم سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان، تك 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 يا أم سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان. برافو برافو برافو. صوتك جميل. وفي جملة بقولها، قولي. أنا بحبك يا ريس وربنا يوفقك. اللهم أمين يا رب. وأنا والله يا تانية بحبك جدا جدا وبحبكم جدا جدا جدا. اسمحوا لي أقول لحضراتكم إنه حقيقي المشهد ده بالنسبة لي هو المشهد لسنة 2022. كمية الحب والألفة والتلقائية والقرب اللي شفناه من الطفلة تاليا وهي بتتكلم مع سيادة الرئيس، أيضا يعني سيادة الرئيس بيقول أنا مستعدة استناها ساعة لغاية ما تصحى. حقيقي فعلا مشهد يعني تلقائي، ومستحيل أنه ما نكونش كلنا حسينا بقد إيه المشهد ده كان قريب لقلوبنا كلنا. على أي حال لسه مكملين مع حضراتكم، أيضا سيادة الرئيس أصدر توجيهات امبارح للحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط اللي بتستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية اللي بتنفذها الدولة. أيضا سيادة تكلف وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات الخاصة باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات.
تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقاً لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة. ثالثاً تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضاً بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم. كمان امبارح سيادة الرئيس وجه بتخصيص صندوق لدعم ذوي الهمم وطالب سيادته من بعض هيئات ومؤسسات الدولة بتقديم دعم مالي بقيمة 1,000,000,000 جنيه لصالح الصندوق. أنا كنت بسأل وزير الشباب بقول له أخبار الصندوق بتاع الرياضة إيه؟ أو الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني. وبعدين لقيت يعني معالي المستشار رئيس البرلمان قال لي إحنا يا فندم نعمل يعني قانون ننظم بيه الموضوع أكتر وننظم بيه يكون فيه مصادر للصندوق أكتر عشان تقدر تعمل خدمات أكتر لولادنا وبناتنا يعني. وأنا كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق وكلام هذا القبيل واسمحوا لي أن أنا بطلب من دعم الهيئات اللي أنا حول أسمائها دي أو الصناديق اللي أنا بقول أسمائها دي. هيئة قناة السويس الصندوق بتاعها يطلع 100,000,000 صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100,000,000 الصندوق بتاع الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلع 100,000,000 والصندوق بتاع في واحد لسه يبقى هيئة قناة السويس وبعدين التأمين الصحي وبعدين الشهداء والمصابين وصندوق الإسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200,000,000 يطلع 200,000,000 والفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500,000,000 قررت صندوق يعني كده. كل سنة وانتوا طيبين وسعداء بيكم وما تحرموناش من دعواتكم الطيبة. شكرا جزيلا. بجانب احتفالية قادرون باختلاف امبارح كمان كان في اخبار واحداث تانية مهمة زي الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية، ايضا متابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وإن الفترة المقبلة هتشهد تدريجياً حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع اللي بتمس عدد من القطاعات المختلفة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام والمتابعة الدورية اللي بتوليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، وقال إنه في تكليف رئاسي بأن يكون الافتتاح متضمن فعالية للموهوبين من قادرون باختلاف. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيداً لإعلانها والتجهيز للإعلان عن مسابقات جديدة. امبارح برضو أعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة من خلال مؤتمر صحفي، وتم التأكيد على أن عدد الطلاب المقبولين السنة دي 2,959 طالب بينهم 850 ثانوية عامة و50 وافدين و50 تربية رياضية إناث و500 مؤهلات جامعية.
أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي من أبرزها تسليم 15 منزل مطور للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بتكلفة وصلت 3 مليون جنيه. ميناء بورسعيد بتستعد لاستقبال أكبر مكتبة عائمة في العالم، أيضا تنفيذ مشروع مجمع صناعي حرفي في مركز الفاشن في بني سويف، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم سلم مفاتيح 15 منزل بمنطقة الجبلية بمركز طمية بعد إعادة إعمارها وتنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة بتكلفة 3 مليون جنيه، وده مع ختام المرحلة الأولى لسكن كريم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في بورسعيد بيستعد الميناء السياحي لاستقبال سفينة الكتب المكتبة العائمة لوجوس هوب، واللي بتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم وبتستهدف نشر الثقافة والتشجيع على القراءة. في الغربية أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إنه تنفيذاً لقرار تكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال طنطا، هيتم نقل مقرها لمستشفى جامعي جديد بالمجمع الطبي بالجامعة، وإنه لا مساس بحقوق الأطقم الطبية أو العاملين بفرع المستشفى، وإنهم مستمرين في العمل بالمستشفى الجديد. في شمال سيناء أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة عن حاجتها لشغل الوظائف بطريق الندب من كافة الجهات الحكومية بدوائر المحافظة لسد العجز في بعض التخصصات واللي بتشمل 20 وظيفة. في الدقهلية تم افتتاح مشروع أبراج التعاونيات بالمنصورة واللي أقيمت على أرض المجزر القديم بالمدينة، وبيضم المشروع 11 برج سكني بمساحة 725 متر مربع للبرج الواحد بإجمالي 968 وحدة ومبنى ومسجد ومول تجاري لخدمة المقيمين في هذه الوحدات. في جنوب سيناء وزع المحافظ اللواء خالد فودة 3000 لحاف ومواد غذائية وملابس على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والوديان التابعة لمدينة الطور، وقال المحافظ إنه هيتم توزيع البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مدن المحافظة خلال فصل الشتاء. في مطروح أوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب بمطروح إنه تم خلال عام 2022 إجراء 1290 عملية متنوعة، منها 103 عملية قلب مفتوح و1173 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية و15 قسطرة قلبية أطفال، وإن المركز بيعمل بشكل مكثف لإجراء العمليات الجراحية قبل دورها بقوائم الانتظار. في بني سويف عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماع لمناقشة إجراءات وآليات تنفيذ مشروع مجمع صناعي أو حرفي على مساحة 600 متر بقرية دلهانس الفاشن، وده ضمن مشروعات هيئة تنمية الصعيد بقرى حياة كريمة.